مرحباً، كيف حالك يا فتاة؟ هل هذا نشاط اليوم؟ هل تودين فتح العلبة أولاً؟ لنفعلها معاً فحسب. واو، قلم غراء! لماذا تستخدم هذه الملعقات المسطحة؟ لا يمكنني الضوء. هل ترين هذا؟ يا للهول! أوه، كم ارتفعنا للأعلى! أظن أنني بإمكاني رؤية منزلي. ها! مرحباً أيتها الأرضيتان. وهذا ينجز الأمر. حقاً؟ من فعل هذا؟ الجو ليس عاصفاً حتى هنا. بعد التفكير ثانية، ها! لا يمكنني الرؤية حتى. لا توجد رياح، إنه التحدي التالي فحسب. هل ستشاركان؟ الآن هذا هو التحدي يا سيدتاي. أو رائع، سأشارك. إذن تودان مني رسم سونيك؟ من الجيد أنه شخصيتي الكرتونية المفضلة على الإطلاق. سننتقل إلى الجزء الأزرق من رسمتنا. من الجيد أن لدي الكثير من هذا الشيء. بدأ الرسم يكتمل. هل ترون؟ يمكن للمرء التعبير عن نفسه فعلاً بهذا القلم. إنه يساعدكم على إحياء فنكم. تبقى لي إنهاء العينين في هذه المرحلة. تبقت بضع خطوط وانحناءات دقيقة. وسيرحب بكم سونيك بنفسه. أليس الألطف على الإطلاق؟ تدا! انتهيت تماماً! حسناً، لدي منافسة قوية. لكن لسلاحي سأختار الخليط يا أحبائي. على الأقل رسمتي لسونيك ستكون صالحة للأكل، لكن بطريقة رسم مختلفة. هذا الوقت عامل مهم جداً، فنحن نتعامل مع مخلات ساخنة هنا. تلوين الطعام عنصر مهم هنا. يمكنكم صنع أي نوع خليط بهذه الطريقة. حسناً، كدنا ننتهي هنا. تبقى شيء واحد بسيط، وهو ده. أوه، طارت نصف رسمتي وما زالت تختفي. ما هذا بحق السماء؟ أوه، يا للهول! وفائزتنا ستكون ماديسون. لا أصدق هذا. أوه، لا يهم، وكأنني قد أهتم بهذا. هل تشعران بالملل؟ حسناً، حان وقت التحدي التالي. شخصيات بوبي بلاي تايم؟ أوه، يمكنني النجاح في هذا، لأن ما زال لدي خليط البانكيك الذي لا يخذلني أبداً. حسناً، لنعود إلى فني المعتمد على الخليط. انتهيت من المخطط الخارجي الأصفر، لذا سأستخدم الأحمر بعد ذلك. حتى إن كان لديك شكلاً، فما زال عليك رسم خط خارجي له، لأن هكذا يمكنك ملء الشكل مثل ما أفعل الآن. وإلا فسينتشر الخليط في كل مكان، ونحن لا نريد هذا. سنحصل على فوضى كبيرة ملونة من الخليط. حان وقت العينين بعد ذلك. سأبدأ بنقاط صغيرة سوداء، ثم سأحتاج إلى وضع نقاط خضراء أعلاها وأسفلها أيضاً. تبدو الرسمة رائعة، والآن تحتاج لتنضج. حسناً، لقد نضج. حان الوقت لقلبه. مجرد قلبة بسيطة وسيصبح جاهزاً. ها نحن ذا، لقد نضج بالكامل وانتهى. واو، أحب النتيجة. وبيتي؟ لا أريد دفع بقشيش من نادل. ماذا؟ أنت استيقظي. ها؟ ماذا؟ أنا مستيقظة. مهلاً، متى حظي بوقت لينتهي من رسمته؟ ارحل، أحتاج إلى أن أكون أفضل من ليام. حسناً يا قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد، عدنا للرسم لنصنع بعض الفن. كالعادة سأبدأ برسم مخطط خارجي بالأسود. حسناً، سأرسم العينين. دعوني أملأهما. يمكننا إضافة بعض الألوان والبدء بتلوين باقي الفراغات. الآن سأنتقل إلى اللون الأرجواني، ثم إلى اللون الوردي. سأضيف بعض اللون الأحمر وقليل من الأبيض أعلاه. وهقد اكتملت رسمتي لبيجي الكلب الدودي. وها هي رسمتي لهذه الجولة. من الواضح أنها الأفضل. لا يهم، إنها ليست رائعة جداً. الأرنب بينزو هو الأفضل. أختار ليام. هذا صحيح يا باتي، يبدو أنني الفائز مجدداً. حسناً، سأضغط الزر هذه المرة. أتساءل ماذا ستختار هذه المرة؟ شجرة؟ لم أتوقع هذا إطلاقاً. مهلاً، بلا يدين مجدداً؟ لنرى ما سيعطينا السحر لهذا التحدي. أظن أن لدينا زجاجة حبر وقشة. حسناً، أظنني سأبدأ. حان الوقت لإظهار براعة مرفقي. عمل رائع، والآن لنفتح زجاجة الحبر. من الرائع أن القشات معدة للفم فعلاً. حسناً، والآن علي استخدام هذا لأحصل على بعض الحبر. إنها تنجح! هذا يفترض بي أن أفعل بهذه القشة.
كلا، إنها تحتسي الحبر. توقفي، إنه حبر وليس صودا. ماذا؟ ظننت أنك تحتسين. أنا أرسم بالطريقة الوحيدة المتوفرة لي. علي الاستمرار في نفخ الحبر في الاتجاه الذي أريده. لا أصدق أنك فعلت كل هذا بالقشة في فمك. لماذا لا ينجح هذا؟ ربما علي النفخ بقوة أكبر. هيا هيا أيها الحبر الغبي. ملن، ما الذي على وجهي؟ مقزز، لقد تلطخت بالحبر. لماذا تبكي؟ إنها في حالة مزرية. مهلانة، أتوقف. لماذا؟ انظري، لدي هذا الطلاء الوردي. سأضع خطا من هذا الطلاء وخطا من لون آخر أيضا. حسناً، والآن لدي خطوط الطلاء. أحتاج الآن إلى مسحة قطنية. سأغمسها في اللون الوردي الفاتح، والآن شاهدي. وسألمس بها أغصانك من الحبر الأسود. هل ترين؟ تبدو كالأزهار، كبراعم صغيرة تفتحت في الربيع. أليست جميلة؟ رائع، لقد ساعدتني على جعل شجرتي مميزة أكثر. أنا سعيدة لأننا عملنا على هذه معاً. وأنا أيضاً، إنها جميلة. موزة، أجل أرجوك. ما هذا؟ شكرا، وجبتي الخفيفة المفضلة على الإطلاق. ماذا حدث للتو؟ حسنا، هذا رائع جدا. مهلا، نحن نرتدي الأصفر، مما يعني أن هذا جزء من تحدينا التالي. سأفوز في هذه الجولة بالتأكيد. من الجيد أن لدي الكثير من الأصفر. هيا، أعلم أن الخيط بالداخل. هما، كلا. أظن أنني ضغطت بقوة شديدة. لقد فسد البانكيك خاصتي. كرة مقاومة التوتر تهدئني دائماً. من الجيد أنني لا أعاني من تلك المشكلة. قلم الغراء هذا يعطي دائماً استخداماً سلساً. ولحسن الحظ، لدي الكثير من الأصفر لأستخدمه. وبعد رسم الشكل الخارجي، يمكنني ملؤه بهذه المادة. لدي الكثير لأملأه، لكن النتيجة النهائية تستحق صبري. وكل هذه التفاصيل ستحيي الشخصية حقاً. انتظروا فحسب لتروا كيف سيبدو. هل يمكنكم تخمين هذا الجزء؟ أجل، إنها عيني ونظارته. والآن تبدوان واقعيتين أكثر. انتهت تحفتي الفنية. إنه لطيف جداً. واو، أظن أنني مستعدة لصنعه الآن. وسأبدأ باللون الأزرق، فهذا آمن أكثر غالباً، صحيح؟ نظارته لطيفة جداً، وكذلك زي. لا يمكنني نسيان يدي الصغيرتين. والآن حان الوقت لأملأ الفراغات. هل يمكنكم رؤيته الآن؟ علي استخدام بقية الألوان قبل أن أضيف الأصفر. وها هو ده أخيراً، وبلا أي امتداد يسبب فوضاً هذه المرة. علي ملء وجهي فحسب، والعينين، وها أنا كدت أنتهي. مرحباً جميعاً، يكفي هذا. أنت توقفي، نعلن تعادلكما. إذن كلتانا فائزتان. أجل أجل أجل. حسناً، لنرى ما سيحدث حين أطوي فرشاة التلوين بفرشاة تلوين. سوي لون في شكل خطوط بألوان مختلفة على شعيراتها. تبدو مثل قوس قزح. حسناً، دعيني أضغط الزر. اتركي فحسب، هل فعلتي؟ يا للهول. هل يفترض بنا ضغط هذا الزر الآن؟ لأن هذا سيكون رائعاً نوعاً ما. كلا. مهلاً، ماذا؟ لا؟ تمسكوا جيداً. انظري، يبدو أن الأدوار قد تبدلت. لكن مهلاً، حان وقت العمل. حسناً، هل سيقضي هذا بالغرض؟ هذا ليس سيئاً جداً. سيئاً جداً، سيئاً جداً. إنها تتعطل. سأساعدك. مهلاً، لا تفعلي هذا. عليك صبه هكذا، هل ترين؟ سأبدأ الصب الآن. وسنعد واحدة من ألعاب الفقاعة تلك، صحيح؟ إذن سأرسم أقساماً بألوان مختلفة. أسرع قبل أن تزداد حماوة الأمور.
حان وقت اللون التالي. أظن أن الأخضر خيار جيد. هل تتفقون معي؟ نضغط ونفرق نوعا ما. علي تجربة هذا. لنبدأ برسم الدائرة الخارجية بأكملها، ثم سأرسم كل الخطوط الداخلية في أماكنها. ها هو الأخير، والآن يأتي دور كل هذه الدوائر الصغيرة. حان وقت ملء الفراغات. منع الخطوط من التلطخ أمر صعب، كنا نوشك على الانتهاء. تبقى القليل من النقاط وها نحن ذا. تبدو واقعية جدا، في رأيي سأضغط عليها. أجل، لقد أعجبتني. هل أنتما مسرورتان؟ حسناً، نرى أنكما قد فزتما معاً. حان الوقت. أهلاً، يلا الهول. هل عدنا إلى المدرسة؟ لكن كيف؟ تحدي التالي، أود رؤيتكما ترسمان سمكة قرش. ينبغي أن يكون رسم سمكة القرش سهلاً. سمكة قرش وردية أم زرقاء؟ سئمت من فوز ليام. جيفز، أحضر لي معداتي الفنية. كلا، بالتأكيد لا أريد قلم الرصاص العملاق الغبي هذا. هو قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد هذا مغطى بالأحجار الكريمة. بيتي مشتتة تماما بالأحجار الكريمة اللامعة. لن تلاحظ السيد تي ريكس وهو يتسلل لإخافتها. أحب الأحجار الكريمة كثيرا. ها؟ ما هذا؟ هجوم ديناصور. نلت منك يا بيتي، أحسنت يا سيد تي ريكس. لم يكن ذلك مضحكا على الإطلاق. إنه الأسوأ. ما للحظة، أظن أنني حظيت بالإلهام فعلاً. سيكون علي التحرك بأصابعي بخفة فحسب. يونغ، سأخذ اللون الأزرق منه، والآن سأنتقم منه لمسحتي الصغيرة. أوبسي، أنتي بيتي، أعيدي لي لوني الأزرق. هل هذا ملكك؟ آسفة جداً، تفضل. لا يهم، اضغط عليه فحسب. ماذا حدث؟ نلت منك يا ليام، هذا جزاؤك لخداعي. والآن علي أن أبدأ بالرسم. من الجيد أن ما زال لدي لوني الأزرق، لأن هذا لون جيد لأسماك القرش. هذه المرة أظن أنني سأرسم المخطط الخارجي بينما أرسم باقي الرسمة. حسناً، انتهى معظم رسمة القرش، لكنه يحتاج إلى أنف بالطبع، فكيف سيشم من دونها؟ وعينين أيضاً، فهو يريد أن يستطيع رؤية كل شيء. أظن أنني انتهيت. حسناً، أنا مستعدة لأريك رسمتي. يا إلهي، لقد انتهيت سريعاً. حسناً، أنا متشوقة جداً لأراها. ماذا؟ هل انتهت بيتي بالفعل من رسمة القرش؟ علي أن أنجزها سريعاً. لكن ليس بالأزرق. خمنوا من سيرسم قرشاً وردياً. سمكة قرش أم. إنها فتاكة كأي سمكة قرش، لكنها ألطف. الفارق الوحيد هو لونها الوردي. حسناً، انتهيت من معظم مخططها الخارجي. أحتاج الآن إلى اللون الأبيض. سأملأ هذا الفراغ الذي تركته لهذا اللون، كما تركت مكاناً لعقدتها الفراشية ووجهها. وها هي قد انتهت، علي تركها لتنضج فحسب. رائحتها شهية. حسناً، إنها جاهزة لأبعدها عن الحرارة. تدا، اكتملت سمكة القرش الأم. لا يهم، من الواضح أنك نقلت تصميمي على أي حال. اختاريني هذه المرة، لقد انتهيت من رسمي أولاً. يا إلهي، هذا أصعب اختيار. لدينا سمكة قرش وردية وسمكة قرش زرقاء. حسناً، هذه المرة سأختارك أنت. باتي، رائع، لقد فزت أخيراً بهذه الجولة. واو، هذا المظهر يناسب المحترفين. ما الغرض من هذه المغرفة؟ انظري، يجب علينا تدوير العجلة. وقع الاختيار على الأحمر. هل يجب أن نغمض أعيننا؟ هذا مستحيل تماماً. لا ضرر من المحاولة. 1، 2، 3، انطلاق. لا مفر من الأمر. أظن أنه يبدو بهذا الشكل. هل رسمتي جيدة؟ يراودني إحساس جيد حياله. سأبدأ بالوجه أولاً، ثم سأرسم حوله. آمل أني اخترت اللون الأزرق. إنها تحاول جاهدة. لن يضرها ما لا ترى. لن أستطيع رسم هذا وعيناي مغلقتان. يبدو أفضل الآن. أظن أنني أبلي بلعاً حسناً هنا. كيف تبدو رسمة آني؟ هل تستخدم عينيها؟ أنت تخالفين القواعد. لحظة، وأنت أيضاً. معك حق.
حسناً، لننفذ التحدي بالطريقة الصحيحة. هيا، لا أعرف ما أفعله، لكن يمكنني رؤيته في رأسي، وأظن أنه يبدو جيداً. مستعدة؟ هاو، حان وقت قلب البانكيك. رائع، انظري. واو، لا يهم، يبدو هذا البانكيك مثل ما أنت تعرفين. هل يجب علينا أكله؟ لن يكون طعمه بذلك السوء. رائحته زكية، والطعم ليس جيدا. هل أنت بخير؟ مقزز، ماذا عن طبقك؟ سأعرف الآن. يا إلهي، طعمه جيد. أتريدين تذوقه؟ حسناً، شكراً، سأتذوقه الآن. إنه لذيذ. لا تحكم على الكتاب من غلافه. حسناً، هيا بنا. أهلاً، تفضلي أولاً. انتظري، لنفعلها معاً. حان الوقت لنرى ما ستختاره العجلة. وجه مبتسم. حقاً؟ أجلت، سأتمكن من استخدام يد واحدة وأنت لا. حسناً، لنرى ما سنحصل عليه بالسحر. مهلاً، زجاجات ضغط، لنحضر بعض المآزر لهذا التحدي. حسناً، الآن نحن مستعدتان لفعل هذا. ربما يمكنني جعل العجلة تغير اختيارها إلى شيء آخر. هيا هيا هيا، رجاءً. يا إلهي، لقد نجح الأمر، لا أصدق الأمر. والآن يمكنني عمل مثلجات بدلا من الوجه المبتسم. حسناً، هذه الدائرة ملائمة، والآن سأبدأ بعينين. يحتاج إلى حاجبين أيضاً في رأيي. حسناً، يكفي من هذا اللون، سأستخدم الأزرق. سأرسم الدمعتين وألونهما بالأزرق. هذا ينجح بشكل جيد على ما أعتقد. ها هو العجين، بدأ الأمر ينجح. والآن اللون الأحمر، علي الضغط عليه، علي وضعه بشكل موازي للأزرق هكذا. ليس سيئاً. حسناً، والآن الأصفر، السمايلي لا يكتمل دون اللون الأصفر. علي ملء هذه المساحة باللون الآن. علي التأكد من أن كل مكان صغير ملون. المزيد بعد، وها قد انتهيت. حان الوقت لقلبه. يا إلهي، انظروا كم هو جيد. كلا، أشعر بحكة في أنفي، هذا سيء. أتشو، كلا، انفتح الغطاء. لقد تسببت في فوضى هائلة. أجل، هذا صعب يا سكاي، آسفة. لا يهم، لا بأس، أظن أمري انتهى. مهلا، ربما يمكنني استخدام الملعقة لمساعدتك قليلا. أدفعها من هنا قليلا. ليس وكأن الأمر قد يسوء أكثر. أترين، هذا أفضل، أليس كذلك؟ إنه أفضل. شكراً، على ما أعتقد. رباه، إنها منزعجة جداً الآن، ولكن انظري إلى رسمتي، أليست لطيفة؟ حجر ورقة مقص، انظري، إنها لعبة بوبات. الشرط، لا أعرف معنى هذا الرمز. ربما يجب أن نرسم لبعضنا. والمستلزمات، لحظة، ها هي، أليست رائعة؟ أجل، أظن ذلك، لكن ينقصني شوبك العجين. هذا ليس عدلاً. الوقت محدد مرة أخرى، لنبدأ الرسم. هيا، سأبدأ بالرسم على الشوبك. تستغرق هذه العملية بعض الوقت. هذا محبط، لكن لدي إصبعي. تبدو مثل نقاط لي، ليست فكرة سيئة. انتهيت، كيف تبدو رسمتك؟ والآن سأدحرجها على... حان وقت التبديل، يجب أن نتبادل الرسمات. إيفا، أعطيني إياها. لم ترسمي أي شيء؟ أنفي، يمكنني الرسم به أيضاً. سأغمسه في الطلاء وأرسم نقاطاً مثالية به. واو، النتيجة مذهلة. الأنوف متعددة الاستخدامات، أليست رسمتي رائعة؟ هو شكلها مضحك.
رسمتي فريدة من نوعها، لا يمكنني مجاراتك أبداً. اضغطي الزر هذه المرة يا سكاي. حسناً، ها هي العجلة، لنرى ما سنحصل عليه لهذا التحدي. يونيكورن، ألستِ متحمسة للغاية؟ هذا جديد، عليك ارتداء عصابة عين يا لاكسي. حسناً، بما أني سأرسم عصوبة العينين، سأكون يونيكورناً على الأقل. أجل، سنزين بسكويتاً على شكل يونيكورن. يا لون أمر ممتع! المآزر مجدداً. حسناً، أظنني سأضع عصابة العين الآن. سكاي، إلى أين ذهبتِ؟ ولكن ما ذلك هناك؟ أجل، ها هو البسكويت، سأخذه، حان وقت الأكل. لاكسي، لا أظن أنه يوجد شيء هناك. مهلا لحظة، ماذا حدث للبسكويت؟ لقد اختفى. إنه مفقود؟ أين ذهب؟ لم أتمكن من رؤية شيء بالطبع. سأحصل على بسكويت جديد، ولكن سأبقي عيني على لاكسي. حسناً، من الأفضل أن نبدأ بتزيين الكوكيز. حسناً يا لاكسي، سأساعدك لتبدأي. هذه الزينة البيضاء. رائع، شكراً يا سكاي. من الأفضل أن أبدأ، سيكون هذا صعباً. سأبدأ بتحديد الشكل الخارجي للبسكويت. ها نحن ذا، والآن سأملأه بالمزيد من اللون الأبيض. حسناً، أظن هذا جيداً. أراهن أنه يبدو رائعاً. مذهل، يبدو رائعاً حقاً، على ما أعتقد. المزيد فحسب وسأنتهي. البسكويت مغطى بالكامل. والآن سأستخدم فرشاة الرسم وبعض الزينة الذهبية. سأضع القليل في الأسفل وعلى الأذن. حسناً، لا يمكنني أن أنسى القرن طبعاً. والآن أحتاج إلى إضافة عينين لليونيكورن. أحتاج إلى بعض الزينة الحمراء الآن. أحتاج إلى فتحتي أنف على شكل قلب. أظنني بارعة في هذا فعلاً. حسناً، أحتاج إلى هذا اللون. أي لون هذا؟ لا أعلم، ولكن اليونيكورن يحتاج إلى عينين، وسأغير اللون مجدداً. علي رسم فتحتي الأنف. أعلم أنه يبدو رائعاً. أجل، لقد انتهيت. وماذا عنك يا سكاي؟ كلا، ليس ما توقعته إطلاقاً. حسناً، كنت معصوبة العينين، لذا فما حدث قد حدث. أريد تقبيل أنف. إنه لطيف جداً، وأنت محقة، قبولات للأبد. على الأقل حصلت على قرني الخاص. سنبدأ التحدي التالي. رأيت الكثير من التفاح خلال اليوم، أعرف كيف أبدأ، والسر هنا رسم دائرة مثالية. لكن أين سأضع عودها؟ أخذت الدائرة مساحة الورقة بالكامل. سأعود إلى نقطة البداية. يمكنني الاستعانة بشيء ملهم. مهلاً، أرى تفاحة مثالية. يبدو أنها مشغولة. سأذهب، سأنفذ مهمة التفاحة بالكامل. أنا مزودة بسلاحي ومستعدة، كل ما أحتاج إليه هو قص التفاحة. ماذا تفعل آني؟ توقفي، اجلسي مكانك. عذراً. يا إلهي، كان ذلك وشيكاً. أعتقد أنني سأرسم الشيء الذي أعرف، مثل كلمة أبل، إنها سهلة. بي بي أل إي. مهلاً، إن قسمت الكلمة على 5، هو التفاحة. سأقترب من تحقيق هدفي. حسناً، سأجعل 5 أكبر حجماً. من كان يعلم أن الرقم قادر على صنع نصف تفاحة؟ لم يعلم أحد أن الرسمة بدأت برقم، خاصة عند الانتهاء من تلوينها. سأمزج الألوان جيداً لتصبح أجمل. لن أنسى رسم العود. سأرسم القليل من الظل أيضاً، وبضع تفاصيل أخرى صغيرة. وتبدو هذه التفاحة جميلة كثمرة حقيقية. ما رأيكم؟ تدا، انتهيت. وأنا أيضاً. تبدو كتفاحة حقيقية. وهذه تافهة. حسناً، هذا لا يحتاج إلى تفكير. برافو آني، لقد فزت. مرحى. أتمنى لو كانت لدي تفاحة حقيقية. وأنا أيضاً. التهم أحدهم هذه التفاحة بالفعل. لحسن الحظ تفاحتي طازجة. حسناً، التحدي الأول، ما هو يا ترى؟ يا له من جرو جميل، هل يمكننا الاحتفاظ به؟ حسناً، يمكنني القيام بذلك. رأيت الرسامين يفعلون هذا، لا أعرف السبب، لكنه يبدو جيداً. هذا صغير بعض الشيء. مهلاً، وجدتها. لدي يدي.
فهمت، هذا سهل. سأحدد يدي. ماذا تفعلين؟ إنها سعيدة على الأقل. سأضع يدي على الورقة بهذا الشكل ثم أرسم حولها، والآن سأجعلها تبدو كالجرو، القليل من الفرو، عيون جميلة وأنف لطيف. سألون هنا قليلاً، يبدو جميلاً. يجب ألا أتجاوز الخطوط. انتهيت تقريباً. ها هو، كم هو جميل. أنا فخورة بما فعلت. سأسميه لاكي، إنه جميل حقاً. رسمتي تعجبني أيضاً، لكن واو، يكفيك شرف المحاولة. من الفائز؟ فرحة. انظري، يحدث شيء ما. بسكويت لذيذ، إنه كالعظام التي تحبها الكلاب. أذوق بتذوقها. مهلا، بسكويت عظمة كلب. توقفي، إنها ليست لك. مذاقها رائع، أريد الوصفة. أوه، ليتك لم تفعلي هذا. ماذا هناك؟ هذا البسكويت للكلب. أوه، لماذا لم تقولي؟ تستحقين هذا. هاي، تعال أيها الصغير، جلبت لك الحلوى، هيا. أوه، من أفضل كلب؟ أنت، أجل أنت. لابد أنك جائع بعد أن وقفت طويلاً لنرسمك. يا لك من جرو ذكي، خذ هذا. جروي الصغير الجميل، إنه وسيم جداً. لما لا ترسمنا وأنتما الاثنتان حالاً؟ هو لنبدأ. وأنا خبيرة في الكلاب، إنه مجرد رأس وجسد وأربعة لقان، لكن يبدو هذا تافياً، أليس كذلك؟ أو سأجرب مجدداً. أعتقد أنه كلما كان أكبر كان ذلك أفضل. يهو، ما زال فظيعاً. كلا، فظيع أيضاً. هي. ماذا؟ اهدئي. هي، أعتقد أنه خطرت لي فكرة. سأستخدم يدي كدليل للرسم، لأنه بمجرد الحصول على الخطوط العريضة يمكنني الابتكار بوضع التفاصيل. صدقوني، ستكون النتيجة رائعة. سيمنحني هذا اللون لون الشوكولاتة البنية. ولن أنسى اللسان الوردي، سمة مميزة للكلب. تدا، هل يعجبك؟ التشابه مذهل. وأنت؟ أو أني؟ ماذا؟ لم ترسمي شيئاً؟ يعني هذا أن إيما هي الفائزة. تبدو هذه شهية. شكراً لك. كلاب من الشوكولاتة، سأبدأ بتناول هذا. يبدو لذيذاً وطرياً أيضاً. هذا ليس عدلاً. إذا يا عزيزتي، خذي واحداً. أوه، حقاً؟ شكراً لك. أو حان الوقت مجدداً. ماذا لدي هنا؟ تارا، يمكننا القيام بهذا، صحيح؟ كلا، ليس صحيحاً. أو جينا، وجدتها. فكرة غبية. أجل، أترين هذا؟ إنه السر لفكرة رائعة. سأفعل شيئاً آخر. سأبدأ بشيء بسيط، ثم أصل هذه الخطوط ببعضها. بدأ شكلها يظهر أكثر، والآن إنه دور التفاصيل الصغيرة. لن تكون يداً بدون هذه. انتهيتما، ليس كذلك؟ براين، دورك. براين، أو تفضل. إنها أفضل من لا شيء. لكن رسمة جينا هي ما نسميه فناً. حقاً؟ هل أنا فنانة فعلاً؟ وأنا؟ كفك. لحظة، فوز، لقد فوز. تساءل ما التالي؟ ليس بهذه السرعة، سأدير أنا العجلة. على أي صورة ستتوقف؟ هو عصفور صغير، كم هو لطيف. هيا لنبدأ. أجل أجل، لست بارعة في استخدام الطلاء، ولكني سأجرب الأمر.
وعليك أن تتخيلي أنك وسط طبيعة. هذا هو سر الرسمة. سيكون هذا اللون الأحمر مثالياً. أو كلا، هذه كارثة. هذا يفسد الرسمة أكثر فحسب. انظري إلى يدي، لا يوجد إلا فعل واحد، التخريب. كلا، انظري إلى ما فعلت. حسناً، إن لم تحركي الورقة، انظري إلى هذا. وهل هذا خطأي؟ كلا. مهلاً، فعل التخريب غير الضروري هذا منحني فكرة. قد تنجح هذه الفكرة. سأضع قليلاً من الطلاء الأسود هنا، وسأرسم منقاراً وبعض الأرجل. بدأ يبدو كطائر. ها أنا ذا، إنه طائر صغير لطيف بمساعدة بسيطة منك. هذا غش، ولكني أحببت الرسمة. رسمتي ليست جيدة، دعيني أراها. إن كنت مصرة على ذلك، أظن أن الفائزة واضحة. أجل. أوه، مرحبا أيها الصديق الصغير، أشعر وكأنني أميرة في عالم كرتوني. عجبا. أوه، أيمكنني لمسهم؟ شوه، ابتعدي، احصلي على طيورك الخاصة. تظنين أنك مميزة للغاية. لدي وردة جميلة، والتحدي الأول لكما هو رسم إيوزا. هل تستطيعان فعل ذلك؟ هيه، واو، يمكنني رسمها. والآن من أين أبدأ؟ أجل، يكمن السر في زاوية القلم. ماذا يرسم هناك؟ أريد رؤية التقنية التي تتبعها. حسناً، لا تغطي الورقة. ماذا يمكنني أن أستخدم هنا؟ خطرت لي فكرة ملهمة باستخدام يدي، وأعرف كيف أستخدمها بشكل مثالي. سأحدد أولاً محيط أصابعي. الإبهام هو الرأس، واليد هي جسم الإوزة، ولن أنسى القدمين الصغيرتين. أترون كيف يختلف شكلها بعد التلوين؟ إنها إوزة صفراء جميلة، وسألون القدمين باللون البني. تيتو أنتهي. لنرى الرسمتين. إنها إوزة، أترى؟ دوري. حسناً، ما رأيك؟ كلاهما جميلتان، لكن هذه الإيوزة هي الفائزة. رائع. لنرى من منا ستدير العجلة. حسناً. أوهو، لقد فزت، سأدير العجلة. مهلاً، ألا تقص المقصات الورق؟ أوه، أرنب، سأستمتع بهذه الرسمة. أنا متأكدة من أن المقص يهزم الورقة. مهلاً، يبدو هذان كأذني أرنب. لدي فكرة، من الأفضل أن أبدأ بالرسم، هذا سيسهل الأمر كثيراً. هذا هو الجسم، والآن الكفوف. كل أرنب يحتاج إلى جزر. سأرسم العينين والفم. هذا اللون الوردي مثالي للأذنين والفم. من الأفضل أن ألون قطعة الجزر وقليل من الأخضر. وها قد حصلنا على أرنب، إنه جيد جدا. عجبا، أنا منبهرة. علي الإسراع، لا أبرع بالعمل تحت ضغط. على الأقل رسمت الجزر. لقد فزت مجددا. يا لروعتي، يا لروعتي. توقف، ماذا؟ مجموعة جزر. أنا سعيدة بخسارة تلك الجولة. ستساعدك على الرؤية في الظلام.